مره اخرى. لماذا؟ لانها ما هذاك رب ديال العمل. اليوم ننظم داخل الائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف، محاكمة رمزية أو محكمة رمزية. قبل لا بد من أن أشير أن هذا الائتلاف هو يضم جمعيات مجتمع مدني ونقابات لكتدافع على العاملات والعمال، وبالتالي تطالب من المحكمة من الحكومة المغربية ومن الدولة المغربية المصادقة على الاتفاقية 190 وتوصية 206. المحكمة الرمزية في هذا الصدد هذا وهي آلية اللي كنتناولوا فيها العنف بجميع أشكاله من خلال عرض حالات ضحايا حقيقيين لتمارس عليهم العنف في عالم العمل. كاين من مختلف القطاعات، اليوم استمعنا لشهادات من مختلف القطاعات، من القطاع العام، من القطاع الخاص اللي تعرضوا له النساء من بالفعل مظاهر اللي هي مؤلمة، ماشي في مستوى ديال اللحظة ديال أن دولة اللي كتحترم الحقوق ديال الإنسان. اليوم اجتهدنا كذلك المحكمة كيف ما تتشوفوا هي مؤلفة من هيئة قضائية، من دفاع، من شهود ومن ضحايا اللي استمعنا لهم واللي غنخرجوا من اليوم بتوصيات ان فيرديكت منطوق الحكم سنترافع من اجله وندفع لجميع المتدخلين اللي عندهم علاقة بالموضوع لكي نضغط على الحكومة من اجل المصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية 206 وملاءتها مع القوانين حتى نستطيع ان نوصلوا الهدف ديالنا هو عالم خالي من العنف. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللي هي مكون من هذا الائتلاف 190 اللي بنت البوادر ديالو بإعاز من منتدى مبادرة من منتدى مساهمات في 2019. قمنا بمجموعة ديال الأنشطة ومجموعة ديال الندوات التي تصب في إطار تصديق على الصك القانوني اللي جا في الذكرى المئوية ديال منظمة العمل الدولية وهو الاتفاقية 190 والتوصية 206 ديالها. وحنا مصرين يعني على هذه المصادقة لتجويد القوانين الموجودة، القوانين الوطنية، نظرا للنقصان الذي يطالها في بعض المواد او بعض النصوص، منها القانون 103/13. كاين هناك واحد النواقص اللي حنا كاعتبرناه كمجتمع مدني وككونفدرالية بان النواقص اللي فيه اولا القصور في غياب الديباجة اللي هي كتعطي واحد الأهمية للقانون، يعني ما كنقولوا ديباجة كنعطي كاع المضامين اللي كتجي من بعد في القانون، هذا غائب. كاين ما كاينش، كاين الحمايه ولكن ما الاليات ما مذكوراش، يعني ما مفصلش فيها يعني اليه الحمايه. فيه تقريبا ثلث من القانون، هذا القانون 113 هو من القانون الجنائي. حنا كنطالبوا بقانون خاص ديال مناهضه العنف. كاين ايضا قصور في مدونه الشغل، او بالاحرى يجب تعديل بعض الفصول في مدونه الشغل بحكم انها كانت في 2004. حنا عندنا دجا القانون 2011، قانون الدستور المملكه اللي جا في 2011، يعني خاص الملائمه دول، جا الوقت باش انه يتم تغيير وتعديل في هاد القوانين هذه باش نلائموها مع القوانين او التشريعات الوطنيه باش نوصلوا فعلا لواحد المبتغى حقوقي وقانوني للدفاع على أجراء وشغيلة.